Merhaba, kimsin? İnsanlar, niye bu şeyler kompüter sizin fırkata o kadar? For Twitter! Abi, ben de bir gelersin şu. Like, share, subscribe, o comment. Hashtag, hamdın olayım kalet. Nerede yaşayalım? Şimdi müşterek o kadar. اليوم كانت ميلادنا انا ودانا ودي مناسبة انهم لابسين لبس حلو واحنا اجتنا هدايا وزي هيك فحبينا نورجيكم اياها وهلا بدنا نعرفكم على لبسنا اول انا ودانا لابسين إلسا عشان عيد ميلادنا كان اكثر عن إلسا الكيكه إلسا زينة إلسا فهذا بتاعنا انا ودانا وانا ومريم لابسين لبس عادي بس زينة عادية بمناسبة عيد ميلاد يعني هلا بدنا نورجيكم الهدايا تاعنا انا ودانا اول اشي انا في هاي اللبسه استني اول برجم هاي البلوزه مع هذا البنطلون كثير حلوين هدول من فاطمه هاي اللبسه اجتني من فاطمه برضه انا جابت لي لبسه جابت لي اول اشي هاي يعني فاطمه مريم متشاركين بالهدايا هاي التنورة الصفراء حلوة كتير وكمان جابت لي هاي البلوزة احنا انا ولانا بنحب الاشياء اللي بتيجي هيك يعني اكيد وهذا مدن وهاي جابت لي يا صاحبتي اواعي يعني نوم في الالعاب هلا اول لعبة هي مكنسة هاي المكنسة لما تكون بدكم يعني تشغلوها هيك تبدا تكنس هيك بيكون معها في كيس في كده حاجات زي نقط بيضة نرميها على الارض ونكنس هاي فتح كده انا لان استعجلت فتحتها يعني احنا بقى كنا مقررين ان نصور برضه وثاني اشي هاي واحنا كنا بننفرد هاي اللعبة كتير حلوة يعني نحل وهيك كتير حلوة مطبخ أشياء مطبخ وهاي واحدة ثانية برضو حاجات مطبخ باربي ومعها باربي برضو والهدية اللي بعدها هاي دكتور حقيقي مش حقيقية أو يعني دي لعبة شوية أشياء دكتور لعبة كتير حلوة اللعبة اللي بعدها هاي المطبخ له باربي ومعاها مطبخ كتير حلوة كتير حلوة فيها حليب يعني أدوات مطبخ وبعدها دي كيف توبة كده في ليلة حلو والهدية اللي بعدها برضو باربي مع بس مع بيبي وهيك أو سرير وحاجات كده الأكل وزي هيك للبيبي يعني واللي بعدها هاي كمان لعبة يعني هي مش للبيبي بس يعني هاي الاشياء اللي جوا للبيبي قصدي لا يعني هي هاي للكبار بس البيبي هذا يعني زي وهي لعبة واحدة يعني هي هدية واحدة استني مريم هاي خليها بالاخر هاي الاخر يلا هاي لعبة خليني افتحها يعني الاشياء الصغيرة يعني ودي اللعبة هنا في اكسسوارات عشان لو بدنا نعمل وهنا في باربي وبتتحول هيك بتتحول لكب كيك وبنقدر نرجع نحولها لباربي كتير حلوة هون اكسسوارات لو بدي اعمل وكمان من نفس اللعبة نفس البنت يعني جابت لي هذا الدفتر كتير حلو هون في هذا تلونها في هون الاشي لو بدك تتبعي يعني تتبعي وهون ستيكر وهون كمان اشياء تتبعي وستيكر وهي الستيكرات لانه في ورا بنات نحط الستيكرز دي على البنت هتشوفوا دلوقتي وفي الوان يعني مثلا هاي البنت وهنا في اني الونها كتير يعني كتير حلو وفي بنات مختلفة ممكن تلونوا زيهم والهدية اللي بعدها واللي هي هذا المكياج المكياج ده عادي يحطه على عينينا او عادي يحطه على اي باربي
وهنا في مناكير برضو، وهذا الكيس، وبس هاي هي الكيس. واللعبة اللي بعدها كمان هاي. هذا قطة شوية. ما شاء الله جايبهم هدايا كثير. هاي انك لو بدك تعمل اي شيء ماشي، اشي هون في اللي هو الخيط اللي بتعمل فيه خيط الصوف شكله حلو، وهون الاشياء اللي بتعمل فيها كيف يعني الادوات يعني اوصل كثير حلو. الهدية اللي بعد هاي اللي هي هاي اللعبة، هم في اشياء هيك اقدر هنا عرباي بس مش مبينة يعني. آيس كريم وأشياء يعني الطبخ. وهنا في لعبة شوبكنز، أنا كثير بحب الشوبكنز، حلوة يعني هدايا زي هيك. مريم هيك شكلها حلوة. ده روبوت حلو قوي مع تليفون وحاجات زي كده وبيتحرك، يعني الروبوت ده عشان نحرك الروبوت. وكمان هاي الهدية اللي بيبي معها اشياء يعني حاجات بيبي كده معها الحفلة فزيزة زي هيك الطقيات فزيزة وحاجات حلوة. وهنا لعبة فروزن إلسا وأنا، إنه بتعمل بوزة كتير حلوة يعني كل الألعاب حلوة. ودي آخر لعبة واللي هو ميكروفون، يعني مش حقيقي بس بيشتغل وبيطلع صوت. ودي نهاية الفيديو، كل دي هدايا ما شاء الله. إن شاء الله يكون عجبكم وحبيتوه. مع السلامة.